هلا راح نستعمل تعبيرين بالمحول. تذكروا الموديل احنا اللي عملناه للمحول كان عندي رياكتنس ريزيستنس رياكتنس ريزيستنس ريزيستنس رياكتنس بهذا الشكل. هذا بنسميه تو بورت نتورك، بياخذوا منكم سيركلز او بعرفش بالهندسه الكهربائيه، بنسميه تو بورتس. البورتس معناها كانها مدخل او باب، هذا البورت من هون بورت من هون. هذا بإمكاني أختصره أو أبسط هذا الموديل بإني أزيح هاي المقاومة أحطها هون. أنا معتبر الكرنت اللي مار هون صغير مقارنة بالكرنت الرئيسي اللي مار هون، فلو أخذت هاي وحطيتها هون يكون اختلاف بسيط وممكن أقرب الموديل بهذا الشكل. فأحد تقريبات الموديل إني أحطه بهذا الشكل من هون. وهدول لما بجمعهم شو بعطوني؟ هدول بعطوني X equivalent و R equivalent. هدول وين يجوني X equivalent وال R equivalent؟ وكانوا قطعة واحدة ما قدرتش أفككهم قطعتين. وين طلعت X equivalent و R equivalent مبارح؟ الشورت سيركت تيست والأوبن سيركت تيست. فأنا الآن بإمكاني أتحدث عن إشي اسمه series impedance. وكأني أخذت هدول كلهم حطيتهم بقطعة واحدة، وأخذت هدول وكان هذه هون شنط أو parallel impedance، parallel أو شنط impedance. مين الأهم اللي بصير عليها voltage drop؟ series. فهذا تقريبا بقدر أجي الآن أقول للتبسيط أحيانا ممكن أعمل وين اللي بصير عليه فولتج دروب اللي بيأذيني أكثر. لو عندي هون مسافة كبيرة وأنا واصل وعمالي بوصل وببعث لهذا، هذا رح يصير عليه فولتج دروب من هون. هذا طبعا تقريب، احنا بنحكي عن تقريب، بس ممكن في بعض الحسابات اني انسى هذا اللي هون اهمله لانه عمال بسحب كرنت بسيط، واركز بشكل رئيسي على السيريز اللي هو مكون من R equivalent زائد J X equivalent، واللي احنا رح نسميه هون سيريز impedance. هلا مش ميزه الباور البير يونت كالكوليشنز والبير يونت ميجرمنتس انه انا اذا كان عندي محول كبير راح اجي اسالك راح تقول لي ار له هالقد واكس له هالقد، بقول لك طب لو كان محول اصغر من هيك مثلا 10 كي في بتقول لي ار له هالقد واكس ايكوال هالقد، بكون اسهل بكثير. لو انا في كل حاله من الحالات كل ما كبر المحول وصغر تقريبا ظلت النسبه هاي نفسها. فبنيجي بنقول في كثير من المحولات R equivalent اللي هي series resistance تقريبا بتساوي 0.01 و X equivalent اللي هي series reactance تتراوح من 0.02 ل 0.1. طبعا هون كيف بدي احسبها؟ كيف بدي احولها لبير يونت؟ كل عارف كيف احولها لبير يونت؟ لو انا بدي اجي اشتغل بالدائره هاي احولها لبير يونت، ايش بعمل؟ شو بدي اقرر اول شيء قبل ما ابدا بير يونت؟ بيس. بدي اجي اخذ هاي المنطقه، مش هون في عندي بيس؟ ايش راح اخذ هون بيس؟ المنطق بقول اني اخذ الريتد برايمري فولتج، مش هيك؟ والكي في اي راح اكون الكي في اي تبع المحول، فهذول بقدر استعملهم ك اس بيس و في بيس. مش بقدر وقتها احول هدول للبرايمري بايش كنا نضربهم؟ في اي سكوير اي سكوير. وبعدين على ايش بقسمهم؟ بقسم الار ايكويفالنت على ايش؟ على زد بيس مضبوط؟ واكس ايكويفالنت بقسمها على زد بيس من هون. اذا عملت هيك لكثير من المحولات معظم المحولات راح الاقي ان الرينج تبعهم تقريبا بالكونستنت. هل هاي مفيده؟ ولا مضيعة وقت؟ مفيدة لأنه أنا صرت أي محول سواء كان كبير أو صغير، لو جبت محول كبير أو صغير راح أقول إنه السيريز ريزيستنس توقعي راح تكون بهذا الرينج، حتى لو كان كبير المحول أو صغير، لما بعمله بير يونت برجع هذا الرقم له معنى، فصار عندي تول إني أقدر أعرف مباشرة الريزيستنس السيريز ريزيستنس أو تقريبا قيمتها. إكس إم اللي هي الماجنتايزنج reactance
شو بتوقع هذا الرقم يكون؟ كبير، لأنه بتتذكر لما حلينا المثال كان يطلع معنا مثلا هون طلع معنا بحالة من حالات 159 كيلو أوم، مظبوط؟ واحدة منهم أظن RC أو X أو XM، في حين هدول كانوا بالأوم أو بأجزاء من الأوم، فهذا الرقم رح يكون أكبر، فبيطلع معي هذا الرقم من بتراوح من 10 إلى 40 بير يونت، وعندي هون RC اللي هي الكور بلس equivalent resistance. لاحظين هدول كيف كبار؟ وهدول هون كيف كبار؟ فصار عندي تول هون اقدر اجي محول، يعني حتى لو اعطيتك الان اجيت محول، لو اجيت قلت لك خذ هي محول، المحول هذا مثلا 200 البرايمري تبعه 230 فرضا والسكندري 6 كي في، والكي في اي تبعته الاس تبعته مثلا 20 كي في، وهذا في برايمري وهذا في سكندري، وما اعطيتك اي معلومات ثانيه، قلت لك دبر حالك ايش تقدر تعمل؟ تقدر تاخذ هاي تطلع منها اس بيس، تطلع في بيس، تيجي على القيم اللي موجوده هون وتطلع تقديرا، تقديرا بقدر اكمل هيك خلص، بقدر اخذ قيم واكمل بدون ما اعرف المحول نفسه قديش، فاهمين هاي قوه النقطه هاي؟ تلاقي المهندس اللي بيشتغل اللي عنده خبره مثلا اذا كان كنتو ميكانيك مثلا في البامبس والهاي، مش تيجي تساله عن شيء معين بيقدر يعطيك رقم من الخبره، بصير عنده خبره، هاي كانها نوع من الخبره طويله الامد، حد يحاول يحل هذا المثال يجيب لنا اياه بكره. اكتب عندكم هذول، هي البرايمري هي السكندري، اعطيتك اس بيس 20 كي في اي، وكانت تحسب اي بيس، تفترض انه اي مضروبه في في بتعطيني الابارنت باور. ها نعم.